انطلاقة موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى. جهود اللجان القائمة التي تؤدي الدور الرائع الحقيقة في هذه التنظيمات وهذه السرعة الفائقة رغم هذه الأعداد الهائلة. أحاول أن ألحق بمقدمة هذه المسيرة وبهذا الشوط، فهناك الرياضية السيد عبد الله بن خليفة بالصلف هي في مقدمة هذا الشوط وتقود جموع المشاركين، بينما الملاحقة والضغط القوي أيضا من المركز الثاني، وهناك تدخل من مزنة للسيد راعي الأسعب الناصر العامري مع المركز الثاني، والتدخلات أيضا والتسلل منذ هذه الانطلاقة، فهناك الأسماء المشاركة القوية. أتمنى أن أصل إلى مقدمة هذا الشوط لكي أعطي كل ذي حق حقه بوصف مقرب للأسماء المتقدمة. هنا الصدارة، هنا القوة، هناك التحدي. الرياضية عبد الله بن خليفة بالصلف هي قائدة لهذه المسيرة وهذا الشعار المبدع دائما، بينما المركز الثاني هناك التدخل القوي بكل قوة من هذه المميزة، هناك التسلل إلى المركز الثاني، يبدو أنها مشاركتها في المركز الثاني. الآن أصل إلى المركز الثاني، هناك مزنة راعي اللسعة بن ناصر العامري مع المركز الثاني، وفي المركز الثالث يبدو شعار علي بن سالم بوظفير العامري، غير مدون اسمها عندي ولكن الشعار واضح، اسمها سرابة لعلي بن سالم بوظفير العامري مع المركز الآن الثاني. ثالثا أصبحت مزنة راعي اللسعة بن ناصر العامري مع المركز الثالث. أنتقل بدوري إلى المركز الرابع، فهناك هملولة السيد حياب بن مطر بن حادة الكتبي مع المركز الآن الرابع، وفي المركز الخامس هناك خيرة للسيد محمد بن حسين العامري، مرحبا بهذا الاسم الكبير، يشاركنا الآن مع المركز الخامس. إذن النداء الأول أيها الأخوة الكرام للأسماء المتقدمة، وأعود عند مياسة العود، أعود عند مياسة العود التي تؤدي هذا العرض المميز علي بن سالم بوظفيره العامري. الله الله، بينما في المركز الثاني هناك الرياضية لا السيد عبد الله بن خليفة بالصرف مع المركز الثاني، وفي المركز الثالث أيها الأخوة الكرام فهناك التدخل القوي أيضا من مزنة في المركز الثالث الراعي اللسعة بن ناصر العامري مع المركز الثالث، تحتل المركز الرابع هناك خيرة السيد محمد بن حسين العامري. الله يا ابن الشيبة على هذه السيطرة على المراكز المتقدمة. أنتقل بدوري إلى المركز الخامس وإلى هملول الحياب بن مطر بن حاذة الكتبي، اسم أيضا كبير يشاركنا بمشاركاته المستمرة دائما وأبدا في هذا الميدان وغيره مع الأسماء المتقدمة دائما. هذا هو النداء الأول والثاني على التواصل للأسماء الخمسة المراكز الأولى المتقدمة، والنقطة تعتبر بعشر نقاط في هذا الشوط، لأن يحمل لنا اسم من؟ اسم جائزة زائد الكبرى رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أعود إلى مياسة ومياسة العود والأداء المتميز مع المقدمة مع الصدارة مع القوة مع الإثارة، علي بن سالم بوظفيره العامري مع المركز الأول، بينما في المركز الثاني فهناك اسم الرياضية عبد الله بن خليفة بالصلف مع المركز الثاني، وفي المركز الثالث هناك خيرة محمد بن حسن العامري. أذكر ماذا؟ أذكر حدث وأذكر الكثير والكثير من الأسماء القوية مع هذا الشعار المبدع، بينما في المركز الرابع فهناك التدخل القوي، هناك حشيمة قحيد بن محمد بن قحيد المهيري هو مالكا لهذا الاسم ولهذا الشعار مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس لحظات الوصول المتميزة هناك من هملولة أحياب بن مطر بن حاذة الكتبي مع المركز الخامس. ولكن ماذا بعد الخامس؟ هناك 31 اسم مشارك في هذه المسيرة بالإضافة للخمس المراكز، أي مجموع الأسماء المشاركة 36 اسم بكرة مشاركة من خيرة هذه المسيرة. أعود إلى مياسة، أعود إلى مياسة العود، كل شيء تكرر ما له طعم إلا الناموس، كل شيء كلما تكرر تقل قيمته إلا الناموس، كلما تجدد وكلما تكاثر وكلما تزايد يكون له طعم خاص. علي بن سالم بوظفيره هو قائدا لهذه المسيرة وعلى رأس حربة هذا الشوط ومتحمل هذه المسيرة،
وهو قد المسؤولية وقد القيادة، بينما الملاحقة القوية والضغط القوي على المركز الثاني من قبل الرياضية عبد الله بن خليفة بالصلف مع المركز الثاني محمد بن حسن العامري مع ثالث المراكز من قبل خيرة، بينما في المركز الرابع فهناك حشيمة لقحيد بن محمد بن قحيد المهيري مع المركز الرابع، خامسا هناك اسمي هملولة وحياب بن مطر بن حاب هل اكتبي. هنا التذكير بالانعطاف الأخير، والله سبحانه وتعالى يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا الانعطاف الأخير، هناك المنصة الرئيسية، هناك الناموس، هناك الجائزة الثمينة بانتظار المركز الأول. من هو سعيد الحظ؟ هل من منافس لمياسة؟ لا لا لا، لا زالت مياسة على الصدارة، لا زالت مياسة لعبيد بن سالم بوظفيرة مع المركز الأول، مع الصدارة، مع القوة، مع الإثارة، مع المركز الأول. ثاني المراكز يا سلام، فهنا خيرة محمد بن حسن العامري مع ثاني المراكز تهدد المراكز المتقدمة. ثالثا هنا وصول محشيمة قحيد بن محمد بن قحيد المهيري مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هنا ايضا اشوف هناك قدوم من الرياضية عبد الله بن خليفة بالصلف مع المركز الان الرابع، ولكن الخامس هناك الحب، هناك ود مع المركز الخامس، تعود ملكية ود مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي والتدخلات القوية من الشهنية سهيل بن دودة بالضبون مع المركز الان الرابع، والتدخلات هناك من طلع سالم بن محمد الضبيعة. اعود الى مياه وكيلو ياهو كيلو، الله 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 الله، كيلو يفصلنا عن الناموس، كيلو يفصلنا عن الصدارة، كيلو يفصلنا عن التهاني، ومياسة العود لا زالت في المقدمة، لا زالت في الصدارة، لا 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 لا، النفوس القوية لا تعرف الياس، النفوس القوية لا تعرف الهزيمة، لا ترضى إلا بالأولة، وأنت من أهل الأولة. هنا في المركز الأول مياسة لعبيد بن سالم بوظفيرة العامري، ولكن التحذير من القدوم. هنا طلع لسالم بن محمد بضبيعة مع المركز الثاني. ثالثا هنا وصول من حشيمة لقحيد بن محمد بن قحيد المهيري مع المركز الثالث. رابعا هناك الوصول من الشهنية سهيل بن دودة بالضبون مع المركز الرابع. خامسا هنا أخير محمد بن حسن العامري، ولكن مياسة من بداية الشوط وهي على أساس الحربة، هل يا ترى بتظل على هذا المنوال أم هناك أمور لطلعه ولغيرها من المتميزات مثل الشهنية وغيرها؟ الله الله الله، مياسة مياسة عبيد بن سالم بوظفيرة، والتحذير وارد، الخطر وارد من الشاهنية مع المركز الثاني، لسهيل بن الدودة بالضبون مع المركز الثاني. السلام وين؟ الناموس وين؟ التحية وين؟ مياسة الشاهنية، سلالة شاهين خطيرة، سلالة شاهين تتسلل، شاهنية الشاهنية المعركة القوية. سلامي وتحياتي لهذا البطل سهيل بن الدودة بالضبون الهالي زاخر، يستحلون السلام، تحية لكم بهذه المناسبة الكبيرة حقيقة. هذه لحظات الوصول، المركز الثاني مياسة عبيد بن سالم بوظفيرة، المركز الثالث هناك طلعة لسالم بن محمد بضبيعة، المركز الرابع هناك حشيمة لقحيد بن محمد بن قحيد، خامس المراكز لمحمد بن حسن العامري. إذن شوط قوي الحقيقة، والشاهنية هي من استطاعت تحقيق الفوز الكبير لهذه العملاقة. هناك سهيل بن الدودة بالضبون، التوقيت 9:30 وفاء وتماما، تهنية لمالك الشهنية سهيل بن الدودة بالضبون. بينما في المركز الثاني قدمت عرض ممتاز وتشكر يا ابو ظهير عبيد بن سالم ابو ظهير مياسة 9:30 ثلاثة اجزاء. ومن احتلت ثالث المراكز ايضا كان لها نصيب الاسد في المنافسة الشرسة، فكانت طلعة سالم بن محمد بالضبيعة من احتلت المركز الثالث، توقيت 9:32 وجزئين. اذا هكذا قصة الشاهنية، القصة الحقيقية، واعلنت نفسها ان تكون بطلة لهذا الشوط في ختامه في اللحظات الاخيرة، وهكذا